أظن ليس أظن بل أكيد أوقفونا هذه القرية، فهذا هو المسجد الذي يصلون. شوف مع هذا كثرة عدد سكان القرية، شوف هذا هو المسجد، هذا مصلى النساء، مصلى النساء، مصلى النساء، وهذا مسجد لي الرجال أمة الإسلام. والله الإسلام يدعوكم في هذه المناطق. هذا مسجد جامع، هذا مسجد جامع الذي يصلون فيه. يا بشرى لمن يتبرع لهم بمسجد، يا بشرى للأمة الإسلامية. فهؤلاء هم مسلمون هنا، والناس أيضا كذلك ينتظرون وجود المسجد لهم. فها هو المسجد، ترون بأم أعينكم هذا أكبر مسجد في القرية، أكبر مسجد في القرية. يا ترى أليس هذا عيب للإسلام؟ أليس هذا تأخرا للإسلام؟ وكلامه تأخرا للإسلام. فنسأل الله أن يمن علينا بإيجاد المسجد خلال هذه القافلة الدعوية التي قمنا بها منذ يوم الأربعاء إلى يومنا يوم الخميس، وإلى غد إن شاء الله يوم الجمعة ننتهي بهذه القافلة، أو يوم السبت بحول الله. فقد طلبوا، فهؤلاء يطلبون منا أن نجد لهم مسجدا بدلا لهذا المسجد. فنسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا حدود بين بوركينا فاسو ودولة بنين. فالفقر والمشقة في الحياة هم فيها. نسأل الله السلامة والعافية.